يحرص الكثيرون على استخدام الحجامة للتداوي من بعض الأمراض وتعزيز الدورة الدموية في الجسم والتخلص من بعض الآلام. الزميل خالد الفارس سجل زيارة إلى عضو رابطة الحجامين الكويتيين ووقف على أهم التفاصيل بشأن الحجامة. الحجامة هي أحد أنواع الطب التكميلي، يعتمد فيها الحجام على أدواته البسيطة التي تمكنه من علاج بعض الأمراض عن طريق سحب الدم والأخلاط المنتشرة في جسم الإنسان. مشعل عادل أحد أعضاء رابطة الحجامين الكويتية، يطلعنا على الطريقة العلمية والصحية لعمل الحجامة. الحجامة من الوسائل العلاجية المستخدمة في الطب البديل منذ القدم، فهي تساعد على تخفيف الألم واسترخاء العضلات عن طريق زيادة تدفق الدورة الدموية، كما يمكنها تخليص الجسم من السموم المتراكمة. سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي عبارة عن أخراج الأخلاط الموجودة في الجسم، هي اللي تسبب الخمول وتسبب الصداع وتسبب العديد من الأمراض. يعني كثير ما نسمع أن فلان ذهب إلى الطبيب وما لقى علاج، سبحان الله. فهذا صحيح أنه هو الطب التكميلي، هي سبب رئيسي في الشفاء. الحجامة بالسابق كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يذكر قبل الإسلام كانت موجودة الحجامة. يعني كانوا في قرن الخروف أو قرن أي يعني من الشاة، يعني كان يؤخذ وينقص يعني وينحط على الرأس ويشفط. عشان كذي الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. أنا ليش أفطر؟ لأن إذا شفطت بيدخل داخل الحلج دم، فأفطر. أما في زمننا هذا يعني صارت الكاسات في قزاز وصارت الكاسات بلاستيك. القزاز اللي فيها النار، توضع الكاسة على المكان الحجامة ويوضع شيء من النار فيها داخل. أما الحين شفط الهواء اللي هو أفضل شيء، حتى يعني ترمى في الغمامة أعزكم الله. الحجامة تصلح في جميع الأوقات، ولكن يكون الشخص يعني مو ماكل إلى مدة 3 ساعات إلى 4 ساعات، لأن إذا كان محتجم وهو شبعان ما راح تكون له يعني شفاء، راح تكون له داء ويحس بالدوخة ويحس إذا حجم وهو ماكل. يعني في الأيام الأشهر العربية اللي هي 17 و19 و21 من كل شهر هجري، يعني كثير من المشايخ أنهم ضعف الحديث هذا. إمام أحمد بن حنبل سألوه متى تحتجم يا إمام، قال متى ما احتاج الجسم. فصحيح يعني الحين الفترة هذه تلقى كثير من الناس مريض، تعبان، خمول، يعني مو عارف علة شنو، سويت فحص ما لقيت شيء، سبحان الله. أنت الحجامة خلها أول علاج لك، وبعدين عاد روح إلى الأسباب الثانية. أصحاب الأمراض المزمنة مثل عندك الصداع، مثل عندك الضغط، مثل عندك الربو، كثير من الناس يقول لك أنا فيني سكري وضغط أنا ما حجم، هذا أكبر خطأ. أنت ليش جاك سكري وليش جاك ضغط؟ من السموم اللي زايدة في جسمك. أنت الحين يقول لك لا تأكل سكري عشان لا يصير فيك سكري. السكري يتحول داخل شنو؟ إلى سموم، فيتعب الإنسان أو يعني يكون مرهق. الشيء الثاني، كثير من الناس يعني الصرع اللي هو الكهرباء الزايدة في الجسم، هذه إجابة نتيجة سبحان الله يعني ما تخيلها. يعني بجلسة جلستين عقب ما كان سنين يعاني ويأخذ علاج ومراجعات وكذا، حالات الإنجاب سبحان الله تستغرب حيل سبحان الله، والشافي الله سبحانه وتعالى. ولكن كما ذكرنا أن الحجامة سبب رئيسي في الشفاء. الحجامة بشكل عام، حنا إذا سحبنا الدم اللي يسمونه كريات الدم الهرمة، بيطلع دم جديد من الكبد والطحال يتجه إلى النخاع الشوكي. النخاع الشوكي هو سبحان الله هو اللي ينزل الدم الجديد. الدم الجديد يمر على جميع الأمراض سبحان الله. أي شيء أول شيء يسويه يذبح أي شيء مسرطن أو يبي تسرطن. يعني سبحان الله كثير من الناس ترى فيهم سرطان، أسأل الله العفو والعافية. سرطان عبارة عن ضعف المناعة، خلاص مناعته انزلت. فسبحان الله الحجامة من فوائدها أنها ترفع المناعة، تخلي الجسم يرجع طبيعي إلى 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 هيئة الصحيحة يعني من الداخل. الربو كثير من الناس ما يعرف أن في أماكن في جسمه هني تحجم، هذول الاثنين وهني يتحجمون حتى يتوسع الشعب الهوائية، أيوة، يرتاح جسمه. الربو كذلك الديسك سبحان الله في مكان في الجسم
يعني كاسه كبرت كذي صوب العرق في القدم، اذا حطيناها سبحان الله يرتاح ومشي تتعدل. انت الحجامه يعني انت فيها نوع من الراحه، بس انت تساعد نفسك. يعني انت الحين ما فيك شيء، انت تقول انا ما فيني شيء، ما بيحجم، ليش ما تتحجم؟ انا ما فيني شيء، لا حجم. ورغم ان الحجامه تعتبر من الطرق العلاجيه الامنه في حال اتمامها بالشكل الصحيح، الا انه من الضروري توخي الحذر لتجنب حدوث مضاعفات للمريض. لقناه اي تي في العداله، خالد الفارس.